آمين يا الله. اللهم عليك بمعاد دينك يا الله. آمين يا الله. ساعة معدودة فصلت بين توقيت نشر هذا الشريط على مواقع المعارضة السورية وبين التقرير الذي نشر في نيويورك بحقها. صلاة تمهد للهجوم على كتيبة المدفعية في حلب. في دعائهم أكد المقاتلون بأنفسهم ولو عن غير قصد الاتهام الذي وجه إليهم بالانتماء إلى جماعات إسلامية. في عودة سريعة شهورا إلى الوراء، هذا الشريط هو تقرير عده عناصر الجيش الحر بأنفسهم حول مراحل وجودهم الميداني. حينها كان لا يزال صوت المظاهرات السلمية حاضرا. التقرير يقول أنه يوثق لأول ظهور علني لعناصر الجيش الحر بين المتظاهرين السلميين في حلب. شبان لا يختلفون عن غيرهم إلا بغطاء التمويه الذي يلف رؤوسهم. بعدها بأسابيع شريط آخر يلتقي أحدهم في حي صلاح الدين ويسأله عن سبب وجوده في الميدان. طلعانين كرمال ديننا نحن، ما طلعانين كرمال الحرية ولا كرمال الديمقراطية. المعارك السورية المستمرة منذ أكثر من عام ونصف العام بين القوات الحكومية والمعارضين تحولت في كثير من فصولها إلى معارك تقودها مجموعات متطرفة قصدت سوريا من بلدان مختلفة. هذا ما أكده محقق الأمم المتحدة في تحقيقاتهم الأخيرة وما حذرت منه سابقا تقارير إعلامية وما تعزز صحته اليوم الأعداد المتزايدة لأشرطة منسوبة لجهات إسلامية تتبنى عمليات داخل سوريا. الآن العنف يرتفع في سوريا، نسبة العنف بارتفاع تتزايد وستبقى تتزايد حتى سقوط النظام. النظام هو الذي يغذي العنف. اتهام يصر عليه مقاتل الجيش الحر من الشباب السوريين. الجيش وعلى لسان المتحدث باسم مجلسه العسكري كان قد أقر قبل أيام بوجود مسلحين أجانب على الأرض، إلا أنه تبرأ منهم ووعد بإعادة ترتيب الثورة والحيلولة دون تحويل سوريا إلى أفغانستان. التهديد القائم بأفغانة الأزمة السورية وتر لا يغيب في المقابل عن مجمل التصريحات الرسمية السورية. تقارير إعلامية خارجية تدعم موقف دمشق بتأكيدات تشير إلى وصول 2000 مقاتل أجنبي إلى سوريا خلال الأشهر الستة الماضية، رقم لا يلقي رغم ثقله مسؤولية هول المأساة السورية عن كاهل طرفيها الأساسيين دمشق ومعارضتها.